yok. Orada bina çekmiş, burada çekmiş. Bir Türkiye. Ya. سعدونا العالم عصيانة، العالم عصيانة. سعدونا. أو حتى بالعربية. لا فرق أبداً في لغة الخوف والبكاء والمناشدات هنا في ولاية هاتاي جنوب تركيا، فالمدينة المنكوبة بفعل الزلزال المدمر تعيش أوضاعاً أقل ما يقال إنها كارثية ومأساوية في ظل الدمار الكبير وضعف الاستجابة من فرق الطوارئ. حماد! 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 آلاف العائلات في مدينة أنطاكيا على وجه الخصوص ومدن أخرى مثل اسكندرون وكركخان وغيرها يباتون في العراء وفي ملاجئ وخيم غير مجهزة لإيوائهم وسط مناشدات لإخراج مئات العالقين تحت الأنقاض وضرورة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ أرواح القابعين تحت ركام المنازل المهدمة، خاصة أن أغلب المشافي باتت على الأرض فضلاً عن اندلاع الحرائق في عدد كبير من المباني بل وحتى ميناء اسكندرون. ودعت ابني هون دفنته، الثاني ما بعرف وين، وبس ان شاء الله اذا في حدا في اسعاف في اطفاء ما قدر، فريق واحد عم يشتغل هون. هذا البناء فيه اكثر من 300 عيله، هذا بس بنائي، يعني عم نحكي عن الاف الاشخاص كلهم هون وين ما هلا صار لنا اكثر من 24 ساعه على الزلزال وبتسمع اصوات بكل زاويه، عم نسمع اصوات ناس عايشين. لا تقتصر المعاناة على الدمار والتشرد في ظل الجو البارد، بل إن انقطاع الطرقات أمام الراغبين بالخروج والتوجه إلى الأقارب والأصدقاء في المدن الأخرى تقف عائقاً أمام السكان وخاصة السوريين منهم في ظل انقطاع الكهرباء والمياه عن كثير من الأحياء والضعف الكبير في شبكات الاتصال، ما زاد من هول المأساة على الساعين للحصول على معلومات تطمئنهم على أهل وأصدقاء وأحبة في المنطقة. أكثر ما نحتاجه هو الطبابة، حوالي 70% من الأبنية سويت بالأرض، وحتى هذه اللحظة لم نجد من ينتشلهم. منذ قليل بدأوا بالقدوم إلى هنا. كانت هذه المنطقة ضمن المناطق الأقل خطورة للزلزال بسبب عدم علمهم بالأمر، لم يخمنوا أنه سيكون بهذه القوة، لكن الآن بدأوا بإرسال الدعم من وزارة الصحة وأنقرة وغيرها. يبدو أن الاستعدادات لم تكن بالقدر الكافي لمواجهة الزلزال وإغاثة المنكوبين، على الرغم من التحركات الرسمية لاستيعاب الكارثة الطبيعية الكبرى في ظل وصول عدد القتلى إلى ما يزيد عن 3500 وإصابة عشرات الآلاف وارتفاع متواصل للحصيلة، ودعوة الرئيس التركي جميع دول العالم لمساعدة بلاده معلنا فرض حالة الطوارئ في 10 ولايات لمدة 3 أشهر.